المدارس الحكومية نتائجها أفضل من النتائج المدارس الأهلية، وهذا ما كل عام يكون وكل عام موجود. وأكيد هناك حد فاصل في نهاية المرحلة الدراسية، هو الامتحان الوزاري، هو حد فاصل لا يميز بين مدرسة أهلية أو مدرسة حكومية، ولا يميز بين طالب أسمر أو طالب أشقر أو طالب من محافظة نينوى أو طالب من محافظة البصرة. طيب هناك اختبار يعتمد على الفكر ويعتمد على الاجتهاد ويعتمد على المثابرة، بالتالي هذا الحد الفاصل بين يتأهل الطالب إلى المرحلة الجامعية وإلى التعليم العالي.